للأسف طول عمرنا فاكرينه بنستخدمه للأكل وبس. لأ، هاتي بقى الورق الفويل والمكوى والمبشرة وتعالي بقى أقولك على أفكار جميلة جدا وهتنفعك جدا، وأول مرة هتشوفيها على صفحتي وهسهل عليكي كتير. كان عندك كام سنة لما عرفتي المعلومة دي؟ هاتي بقى الثوم أو البصل وحطي بقى الجذع بتاعه على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحرقي بقى الجذع بالشكل ده، بكده هيعيش معاك لحد آخر واحدة من غير ولا واحدة تبوظ منك نهائي. جربي بقى الفكرة دي وهتعجبك جدا، ومتنسيش بقى لايك وشير عشان الكل يستفيد. كسر معاكي كوبايه او برطمان او اي حاجه ازاز، رشي رشه ميه على الجاروف ولميهم بكل سهوله، هيتجمعوا معاكي ومش هيبقى فيه اثار ازاز نهائي، ومش هتسيبي ولا فتفوته. استني رايحه فين؟ اوعي كده ترميهم على طول، لا الافضل هاتي كده اي علبه عندك وحطي فيها الازاز واقفليها بقى كويس جدا كده باي كيس عندك، طبعا عشان خاطر عامل النظافه لا قدر الله ممكن يتعور. هاتي اي قطعه سفنجة عندك وحطي عليها نقطتين ميه وربع معلقه صغيره من الكربونات، وحطيها بقى في الفريزر او الثلاجه، هتسحب لك اي روايح كريهه. عندك بقى المبشره دي وما بقتش حاميه كده معاكي، او مثلا سكينه او مقص، هقول لك بقى على الحل وسهل وبسيط جدا. هتجيبي بقى الصنفره الخشنه دي، بتتباع عند اي موان وبخمسة جنيه، ما بتبقاش غاليه، وجيبيها بقى الخشنه دي عشان بيبقى في منها ناعمه وبيبقى في منها خشنه. هتجيبي بقى الخشنه دي هتسنلك بقى المقصات والسكاكين والمبشره معاكي، هتخليهم حاميين جدا وكانك لسه مشترياهم وجايباهم. هاتي بقى قطعه من الورق الفويل وغلفي بقى المكوى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب بنعمل كده ليه؟ عشان لما تيجي تكوي اي حاجه، ستان، حرير، قطن، ما تتلسعش منك وتكوي كده وانت مطمنه. جربي بقى الفكره ديت وهتعجبك جدا. اول ما تجيبي شبشب بلاستيك جديد، غالي بقى او رخيص، بتلاقي ريحه البلاستيك بتاعه كريهه جدا، هاتي نص ليمونه وادعكي بيها الشبشب كويس جدا، مش هتلاقي ريحه نهائي. جربي الفكره ديت وهتعجبك جدا. في كل بيت اصيل بتلاقي المعالق والشوك منفصلين عن بعض، وخصوصا بقى السكاكين، بتلاقي كده اليد بتاعتها منفصله ومرميه بقى عندنا في الدرج. طب حلها ايه يا اميره؟ هنحلها معانا بمنتهى السهوله وباقل التكاليف ومن غير ما تدفعي ولا مليم. نبدا بذكر الله، ولو اول مره تشوفي صفحتي انا اسمي اميره عاشور، اتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله، وان شاء الله الصفحه تعجبك جدا. هتجيبي بقى اي ازازه كده بلاستيك عندك، وهتقص منها قطعتين بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتدخليها بقى في الحرف بتاعت اليد المكسوره، وهتقص طبعا اي زيادات، وهتولعي بقى عين البوتاجاز وهتحطي بقى الحرف بتاع المعلقه او الشوكه او السكينه ايا كان، سخنيه بقى معاكي كويس جدا، وهتحطيها بقى في اليد بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا هنا القطعه البلاستيك اللي احنا حطيناها هتسيح معاكي جوه وهتقفش وهتمسك حلو جدا. كلنا بقى او معظمنا عندنا السكاكين منفصله عن بعضها ومرميه في الدرج عندنا، جبت لكم الحل ومفيش اسهل من كده، ومن غير ما تدفعي ولا مليم. قومي بقى تشجعي واعملي اي حاجه عندك منفصله عن بعضها. شايفين بقى ما شاء الله، عاوزه اقول لك قفشت معايا وبقت حديد كاني لسه مشترياها، قفشت ومسكت حلو جدا. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا وهتدعي لي عليها. ولو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، حابه بقى اعرف بتتابعيني من انهي بلد، وما تنسيش تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. احنا كستات شاطره مستحيل نرمي اي ازازه شاور او شامبو فيها الجزء اللي فوق ده، على طول نجيب الصابون المواعين السائل ونعبيها. مين بيعمل بقى زي كده؟ بصراحة بتبقى سهلة الاستخدام جدا. شير للفيديو عشان محدش يرميها ويستفاد بيها. لو أول مرة بقى تشوفي صفحتي، أنا اسمي أميرة عاشور، أتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. طبعا كلنا عارفين ازازه الزيت دي بتبقى محكمه الغلق وحلوه جدا، خصوصا بقى لو في اطفال. اوعي بقى ترميها، هاتي بقى اي نوع زيت كده، فاتيكا او تاتش، اي حاجه تحبيها وحطيها فيها، بتبقى حلوه جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، حابه بقى اعرف بتتابعيني من انهي بلد. ولو اول مره تشوفي صفحتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله، وان شاء الله الصفحه تعجبك جدا. بقعة حبر على قميص جوزك او اي حاجة عندك، ولا تزعلي نفسك خالص، هنطلعها معانا بكل سهولة وبدون اي مجهود ولا تعب. هتيجي بقى عند البقعة اللي فيها الحبر وهتنديها معاكي، وهتجيبي بقى حوالي كده معلقة كبيرة من الكربونات، وهترشيها بقى على المنطقة اللي فيها الحبر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتجيبي كمان معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، وهضيف حوالي معلقة كده صغيرة من اي معجون اسنان عندك. ابدأي بقى اخلطيهم مع بعض كويس جدا. حابه بقى اعرف بتتابعيني من انهي بلد، واتمنى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. وهضيف اخر حاجه معايا معلقه كبيره من الخل، مقادير بسيطه وسهله جدا ومتوفره في كل بيت، وهتسيبيها بقى لحد ما تنشف معاكي تماما، تبقى بالشكل ده. شايفين بقى كده نشفت معايا خالص، هتبداي بقى تحطيها في ميه عاديه خالص من الحنفيه، ودعكي بقى بايدك كويس جدا. عايزه اقول لك الخلطه دي بجد رهيبه جدا، شايفين بقى ما شاء الله ما بقاش فيه اي حبر نهائي ولا اثار حتى حبر. ما
من غير ما نحط ولا رابس ولا فانيش ولا برسيل جل ولا الكلام ده خالص. بجد الخلطة دي حلوة جدا، جربيها بجد وعلى ضمانتي وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها. وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عاشور، أتمنى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. عندك شفشق الخلاط اتكسر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولا ترميه ولا تزعلي نفسك خالص، هنصلحه معانا بكل سهوله وباقل التكاليف. هاتي بقى الامير والفلين. الفلين هنا مش صعب تجيبيه، هتلاقيه بقى في اطباق الورد اللي عندك كده على السفره. هتجيبي بقى منه قطعه صغيره، وهتجيبي بقى انبوبه الامير، وتعالي بقى اقول لك هنفتحها ازاي. هتجيبي بقى البنسه وهتبداي بقى تفتحيها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي الطريقه الصح. وهجيب بقى معايا شفشق الخلاط، شايفين بقى مكسور خالص معايا ازاي. طبعا رحت سالت بقى عليه عشان اجيب زيه، قالوا لي ب 450 جنيه والصيني ب 350. طب وعلى ايه؟ هنلحمه بقى معانا بمنتهى السهوله وباقل التكاليف. وهجيب بقى معايا قطعه كده من الفلين، انا عاملاها كده يعني بالطول، وهحط بقى قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول قطعه دي معايا هحطها على الحته المكسوره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليها بالامير. شايفين بقى الامير معايا بيعمل فوران كده مع الفلين، الفلين صح معايا خالص. شايفين بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، بصراحه احلى لحام ممكن تلحميه للبلاستيك. وحطيت كمان القطعة التانية، وهنزل برضو بالأمير بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى بيسيح معايا خالص ازاي، احلى لحام ممكن تستخدميه بقى لمثلا لعبة بتاعة اطفالك، او مثلا طبق كبير كده عندك واتكسر او صغير، تلحميه بقى باللحام دوت. بجد اختراع، شايفين بقى جامد خالص معايا ازاي. كده بقى مش هشتري واحد، لا انا لحمته بمنتهى السهولة معايا وباقل التكاليف. في قطعة تانية برضو مكسورة كده مشروخة حتة صغيرة، حطيت عليها برضو الفلين، وحطيت كده نقطة من الأمير. شايفين بقى التفاعل، روعة بصراحة اختراع الفلين مع الأمير. طبعا ما تنسيش بقى بعد ما بتخلصي بتقفلي برضو الأمير تاني بمنتهى السهولة كده، وأول ما تسمعي صوت التكة كده يبقى هو اتقفل معاكي وبقى تمام، وتقدري تستخدميه تاني مفيش أي مشكلة. ما تفتحوش بقى من فوق تاني، طبعا بتبوظي كده المقص معاكي، لا الطريقة ديت أفضل بكتير. إن شاء الله بقى تجربي الطريقة ديت وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها، وأتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عاشور، أتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. عندك شفشق الخلاط اتكسر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولا ترميه ولا تزعلي نفسك خالص، هنصلحه معانا بكل سهوله وباقل التكاليف. هاتي بقى الامير والفلين. الفلين هنا مش صعب تجيبيه، هتلاقيه بقى في اطباق الورد اللي عندك كده على السفره. هتجيبي بقى منه قطعه صغيره، وهتجيبي بقى انبوبه الامير، وتعالي بقى اقول لك هنفتحها ازاي. هتجيبي بقى البنسه وهتبداي بقى تفتحيها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي الطريقه الصح. وهجيب بقى معايا شفشق الخلاط، شايفين بقى مكسور خالص معايا ازاي. طبعا رحت سالت بقى عليه عشان اجيب زيه، قالوا لي ب 450 جنيه والصيني ب 350. طب وعلى ايه؟ هنلحمه بقى معانا بمنتهى السهوله وباقل التكاليف. وهجيب بقى معايا قطعه كده من الفلين، انا عاملاها كده يعني بالطول، وهحط بقى قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول قطعه دي معايا هحطها على الحته المكسوره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليها بالامير. شايفين بقى الامير معايا بيعمل فوران كده مع الفلين، الفلين صح معايا خالص. شايفين بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، بصراحه احلى لحام ممكن تلحميه للبلاستيك. وحطيت كمان القطعة التانية، وهنزل برضو بالأمير بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى بيسيح معايا خالص ازاي، احلى لحام ممكن تستخدميه بقى لمثلا لعبة بتاعة اطفالك، او مثلا طبق كبير كده عندك واتكسر او صغير، تلحميه بقى باللحام دوت. بجد اختراع، شايفين بقى جامد خالص معايا ازاي. كده بقى مش هشتري واحد، لا انا لحمته بمنتهى السهولة معايا وباقل التكاليف. في قطعة تانية برضو مكسورة كده مشروخة حتة صغيرة، حطيت عليها برضو الفلين، وحطيت كده نقطة من الأمير. شايفين بقى التفاعل، روعة بصراحة اختراع الفلين مع الأمير. طبعا ما تنسيش بقى بعد ما بتخلصي بتقفلي برضو الأمير تاني بمنتهى السهولة كده، وأول ما تسمعي صوت التكة كده يبقى هو اتقفل معاكي وبقى تمام، وتقدري تستخدميه تاني مفيش أي مشكلة. ما تفتحوش بقى من فوق تاني، طبعا بتبوظي كده المقص معاكي، لا الطريقة ديت أفضل بكتير. إن شاء الله بقى تجربي الطريقة ديت وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها، وأتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عاشور، أتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله.